طيب، زي ما أخذنا المرة الماضية إنه البروسيس هو عبارة عن برنامج بنعمل له اكسكيوشن. وانس إنه أنا عملت دبل كليك أو عملت رانينج أو خليت الباش يعمل رن للكوماند هذا أو للبروجرام أو للابليكيشن، شو ما بدك تسميه سميه، وانس إني عملت له رانينج معناته أنت عملت انيشيشن ليش؟ لبروسيس. هلا كل بروسيس تعملها رانينج جوا الكمبيوتر تبعك بيكون لها مجموعة من الانفورميشن. هاي الانفورميشن بالغالب بتكون بالكيرنل سبيس، زي ما حكينا المره الماضيه او اللي قبليها، انه الكيرنل فيها اكثر من مود، في اول اللينكس اركيتكتشر فيها اكثر من سبيسز، في عندك اليوزر سبيس وفي عندك الكيرنل سبيس. حكينا انه اغلب الابلكيشن او اغلب البروسيس اللي بنعملها انيشياليزيشن بتكون هي من اليوزر سبيس، ايفن انه بدها لو بدها بيرميشن من الكيرنل سبيس. وحكينا انه مرات بعض البروسيس عشان لما تطلب بيرميشن عالي او هاردوير ليفل اكسس بالغالب احنا بنستخدم على ايش؟ نستخدم سيستم كولز. سيستم كولز زي ايش؟ زي الفورك، زي الاكسكيوت. هسه راح نتطرق لهم لقدام. طيب هسه اي بروسيس بتشتغل فعليا بيكون لها مجموعه من الانفورميشن. هاي الانفورميشن او الانتريز تبعت هاي الانفورميشن بتكون جوا الكيرنل سبيس في مكان بنسميه البروسيس تيبل. هلا هذا البروسيس تيبل فعليا بيكون زي موجود في الرام، اوكي؟ فما بتلقى دائما ايش؟ ستيتس ثابته له، لانك وانس انك عملت فلاش للبروسيس الانتري بيطير من ايش؟ من هذا التيبل. وفي عندنا شيء ثاني بسموه الاوبن فايل تيبل، كل ملف مفتوح اوبن فايل من قبل بروسيس او مجموعه من البروسيسز اتليست لازم يكون عندي 1 انتري جوا ايش؟ جوا هذا ايش؟ التيبل. ليش مرات بيكون عندي اكثر من انتري؟ لانه مرات ممكن ان يكون عامل اكثر من اوبريشن على هاي البروسيس مرات، او على اكثر من اوبريشن على هذا الفايل. مرات ممكن يكون عندي اكثر من بروسيس تقرا من نفس الملف، او مرات بروسيس بتقرا ومرات بروسيس بتكتب في نفس الوقت. زي ما حكينا انه البروسيس عباره عن انتيتي اوف اكسكيوشن او بروجرام معمول لاكسكيوشن. البروجرام بالوضع الطبيعي هو عباره عن كوليكشن من البايتس بتكون مخزنه بملف، او كوليكشن من الانستركشن شو ما بدك تسميها سميها، قابل انه ينعمل له رننج. اوكي، بس عشان ينعمل رن لهذا البروجرام بيحتاج الى شيء بنسميه الايمج. الايمج عباره عن ايش؟ عباره عن كمبيوتر اكسكيوشن انفايرمنت. هلا الابلكيشن مرات بيحتاج الى انفايرمنت معينه، بيحتاج الى لايبرريز معينين، الى دي ال ال، الى فاريبل فايلز. كل هاي الاشياء بنسميها الايش؟ الانفايرمنت فاريبلز. هاي مين اللي مسؤول عن توفيرها؟ او الاكسكيوشن انفايرمنت هاي شو بنسميها بالوضع الطبيعي؟ بنسميها الايمج. هلا البروسيس مرات ممكن نحكي لها انه اكسكيوشن اوف ان ايمج، ان ايمج. طيب هلا مرات احنا بيكون عندنا بدنا نعمل رن لاكثر من البروسيس في نفس الوقت. هلا بزبط في ناحيه انه لما يكون عندي مالتي كور هاي بزبط، اما لما يكون عندي سنجل كور لا ما بزبط هذا الكلام. راح نشوف كمان شوي هذا الحكي. بالوضع الطبيعي احنا لما بنيجي بنفتح التيرمينال، مش لما بننفذ الكوماند بنقدر ننفذ كوماند مباشره، ولا لازم الكوماند الاول يخلص تنفيذه عشان ايش؟ انفذه. كل واحد لها دكتور. لازم اول شيء الكوماند ينعمل له اكسكيوشن جوا الشيل، بعدين الشيل بيظل بيستنى ما بيقبل كوماند ثاني حتى ايش؟ حتى تعمل اكزيت من الكوماند الاول، اوكي، عشان ايش؟ يعطيك ابيليتي انك تكتب كوماند ثاني. هلا مرات الكوماند اذا تيجي بتحط اخره اشاره الاند، فعليا شو اللي بيصير عندي؟ فعليا انه البرنامج بينعمل له رننج في الباك جراوند، فانت بتقدر تستخدم ايش؟ الشيل في هاي الحاله، فبتقدر تعمل إشيو لكوماند ثاني. طيب بالنسبة لللينكس أو لينكس أوبريتنج سيستم، في عندي خلينا نحكي تول نونز سيستم كولز. الأول بنسميها الفورك، والثاني بنسميها الإكزيت أو الإكسكيوشن أو الإكزيك، شو ما بدك تسميها سميها، أوكي. فعليا الفورك شو بتساوي؟ إذا بيكون عندي بروسيس، الفورك بتأخذ كلون أو كوبي من النسخة الموجودة وبتعمل منها ايش؟ نسخة ثانية. فالكلون عبارة عن ايش؟ سيستم كولز بيعمل كلونينج للكرنت بروسيس. بالغالب لما بيعمل كلونينج هاي البروسيس ببعثها لايش؟
لسيستم كول ثاني بيسموه الاكسك. تمام، هلا الاكسك شو بيساوي؟ بيعمل ريبليسمنت من الكرنت بروسيس لبروسيس ثانيه. فرضا انا البروسيس اللي كانت عندي شغاله A، اذا عملت اكسكيوشن للبي، البروسيس B راح تاخذ محل ايش؟ البروسيس A. طيب حكينا كمان او مش حكينا، كل بري بروسيس قبل ما تتنفذ، خليني لما باخذ منها فورك، هاي عفوا الفورك اوبريشن، فعليا انا باخذ كوبي عن الستاتس تبعتها، عن الوركينج دايركتوري اللي بتشتغل فيه، عن الفايلز اللي عملت لها اوبننج، عن الكوبي ريد رايت اوبريشنز اللي على الملف اللي بيتعامل معها البروسيس. كل هاي الاشياء باخذها وين؟ باخذها قبل عمليه الاكسكيوشن، لانه لما بصير عندي اكسكيوشن هاي الفاليوز راح يتعدل عليها. طيب لما نعمل نشغل الكمبيوتر تبعنا، اول شيء شو اللي بصير عندي؟ البيوس بيشتغل. البيوس بيشغل على ايش؟ على الهاردوير ديفايسز، بيشيك على السي بي يو، بيشيك على الرام، على الميموري، على الهارد ديسك، كل هاي الاشياء بيشيك عليها. بعدين شو بيساوي؟ بيعمل لودينج للجروب. بعدين اول بروسيس بنعمل لها انيشياليزيشن ايش هي؟ الانت. الانت هي عباره عن اول بروسيس بنعملها انيشياليزيشن جوا الاوبريتنج سيستم. هاي الاي دي، هاي اللي تبعها، والبروسيس اي دي تبعها بالغالب بيكون قديش؟ واحد. واضح لحد الان؟ طيب بالوضع الطبيعي شو اللي بيصير عندي؟ بالوضع الطبيعي اي بروسيس بعملها رانينج بيكون، او اي بروسيس قبل ما بعملها رانينج بيكون لها مجموعه من الايش؟ مجموعه من الستاتس. زي ايش؟ زي الرانينج، ممكن نعملها رانينج، او ممكن ايش نعملها سليب. المره الماضيه لما اخذنا البايبس او الفلترز، مرات بيكون عندي الكوماند الثاني بيستنى انبوت من الكوماند الاول. ففعليا شو اللي بيصير عندي لما الكوماند ما بيكون جاهز؟ فعليا اللينكس او لينكس بلاتفورم بيحط لك الريدر وين؟ في السليب مود. ليش بيحطه في السليب مود؟ لانه فعليا الداتا ما بتكون جاهزه، وانس انها جاهزه البروسيس بتكمل اكسكيوشن. هاي حاله. الحاله الثالثه من البروسيس ستاتس، انه مرات بيكون عندي شيء بنسميه الانتربت سليب، اوكي، او الانتربشن سليب. فعليا في هاي الحاله شو اللي بصير عندي؟ انه البروسيس بنعملها سليب حتى ايش؟ حتى انا اعمل انتربت. انتربت زي ايش؟ انه مرات ممكن اعمل انبوت اوتبوت اوبريشن، مرات ممكن انت تستنى انبوت اليوزر يدخله. فهاي شو بنسميها؟ بنسميها الانبوت اوتبوت اوبريشن. او مرات البروسيس بيكون معمولها بوي، بتكون بوزد. فبهاي الحاله الستاتس تبعتها بتكون ايش؟ بوز. واضح لحد الان؟ واضح. طيب كل بروسيس لما نعملها اكسكيوشن بالغالب بيكون لها بريوريتي. كل ما كانت البريوريتي عاليه، كل ما بتاخذ ريسورسز اكثر، كل ما بتاخذ رامات اكثر، كل ما بتاخذ سي بي يو اكثر. طيب مرات انا بيكون عندي كمبيوتر سنجل كور بروسيسور، شو اللي بيصير عندي؟ في عندك اكثر من بروسيس بتحاول تعمل اكسس للايش، او تحاول تعمل اكسكيوشن. اللي بيصير فعليا ايش؟ ان البروسيس هاي بنعمل بيناتهم سكجولينج. سكجولينج بيزد على ايش؟ بيزد على البريوريتي. البريوريتي الاعلى بتاخذ ايش؟ وقت اكثر، او بتاخذ ريسورسز اعلى. كل بروسيس بنعملها رانينج بيكون لها مجموعه من الستاتس. لو تلاحظوا مرات انت المره الماضيه لما حكينا انه الاوبريتنج سيستم اللينكس بيكون فيه اكثر من يوزر، بيكون عندك الروت يوزر والنورمال يوزر، في عندك الابلكيشن يوزر. لما نحكي انا والله عامل رانينج لاباتشي سيرفر، هذا الاباتشي سيرفر فعليا انا شو مسوي جواته؟ انا عامل رانينج لبروسيس، اوكي. هالبروسيس هاي بتشتغل في البريفليج تبع اليوزر المرتبطه عليه. فاذا البروسيس بيكون لها بروسيس اي دي، بيكون لها يوزر اي دي، بيكون لها كمان جروب اي دي، بيكون لها شيء بنسميه النايس فاليو. كمان شوي راح نتكلم ايش هي النايس فاليو. هلا البروسيس مرات ممكن ينعمل منها انيشياليزيشن لبروسيس ثانيه، بنسميها ايش؟ التشايلد بروسيس او السب بروسيس. فالاب تبعها بيكون البيرنت. بالغالب التشايلد تنهرت اغلب البيرميشنز او كل البيرميشنز تبعات البروسيس الاصليه. اول بروسيس في الكمبيوتر بنعملها انيشاليزيشن اللي انت اللي حكينا عنها. هلا مرات انا كاند يوزر او كيوزر على الاوبريتنج سيستم، هل ممكن اعدل على الستاتس تبعات البروسيس؟ جواب يس. هلا ممكن انا ابعث سيجنال لهاي البروسيس،
ممكن بعمل كل الكل بالعاده بنعطيها اوبشن 15 بنسميها السيجنال تيرمينيشن ستاتس 15، او مرات ممكن اعمل فورس للتيرمينيشن انه ايش بغض النظر عن الستاتس تبعت البروسيس اعملها كل فورس كل، او مرات ممكن اعمل رينيشاليزيشن لهي البروسيس اذا بعطيها اي دي واحد. كل بروسيس بيكون لها ايش برايوريتي صح؟ هلا لما يكون البروسيس البرايوريتي تبعتها عاليه ويكون عندي الريسورسز قليله بالنسبه للاذر بروسيسز اللي شغالين، هل هاي البروسيس بتكون نايس ولا مش نايس؟ عروبة يا عروبة آية، لما يكون عندي أكثر من بروسس شغالين وفي بروسس ماكلة الجو كامل، هلا باقي البروسس بتحب هاي البروسس ولا ما بتحبها؟ أو على الأقل بتفضلها ولا ما بتفضلها؟ لا. ممتاز، وبالتالي راح تكون هاي البروسس نوت نايس لباقي البروسيسز، وبالتالي كل ما زادت عندي النايس فاليو أوكي معناته البريوريتي راح تقل. واضح؟ إن شاء الله يكون واضح يا رب. طيب واضح واضح. البروسس اللي بتكون البريوريتي البروسيس اللي البريوريتي تبعتها بتكون اعلى بتاخذ ريسورسز اكثر، بتكون نت نايس لباقي البروسيس. ليش؟ لانها بتاخذ ايش ريسورسز اعلى منهم. هلا النورمال يوزر ممكن ايش يعدل على النايس فاليو لبعض البروسيس اللي معمولها رننج من خلال الكوماند اللي اسمه نايس، راح زي ما راح نشوفه قبل بعد شوي. طيب اذا اجينا فتحنا التيرمينال بين التيرمينال؟ لا لا طيب اذا اجيت انا عملت رن لبرنامج او قبل البرنامج الشاشة مبينة قدامكم شاشة الكمبيوتر مبينة التيرمينال لاحظوا انا عامل الفايرفوكس مبين؟ آه مبين الآن مبين لاحظوا أنا إيش خليني أطفي الشاشة اللي قدامكم كاملة البروسيس الفايرفوكس شغال؟ لا التيرمينال مش شغال لا التيرمينال الجواب مش شغال اوكي دليل اني بروح باشر عليه لا لا بسالكم الفايرفوكس شغال قدامكم لا مش شغال طب انا بدي اشغل الفايرفوكس باستخدام ايش باستخدام الكوماند اللي حكينا عنه فبدي احطه ايش في الباك جراوند لاحظوا هسه شغال ولا مش شغال شغال ممتاز البروسيس اي دي قديش تبعتها 17 55 3 لاحظوا زي ما حكيت لكم اذا بتشغل البروسيس بتحطها في الباك جراوند تقدر تستخدم التيرمينال طيب انا بدي اعمل رن للبي اس كوماند هلا البي اس كوماند عباره عن ايش عباره عن كوماند بتطبع لي شو البروسيس اللي شغالين من وين من جوا التيرمينال لاحظوا انا جوا التيرمينال شو مشغل مشغل الباش اللي قدامكم وفي تاب ثاني انا مشغل النانو في تاب ثالث مشغل الفايرفوكس مشغل كمان كم من شغله طب انا مش شابك معكم على برنامج الزوم مش شابك معكم على برنامج الزوم لكن البروسيس كبروسيس مش مبينه ليش لانه مش عاملها رانينج من هون انا عاملها رانينج من الجرافيكال يوزر انترفيس ففعليا الكوماند البي اس لحاله بطبع لي بس الشغلات اللي عملها رننج انا من وين من جوه التيرمينال
طيب اذا بدي اطبع كل البروسيس اللي شغالين بحط بي اس واي اكس، تمام؟ في هاي الحاله بطبع لي كل البروسيس اللي شغالين جوا الايش الاوبريتنج سيستم، سواء جرافيكال يوزر انترفيس او سواء ايش من جوا التيرمينال. لاحظ شو بطلع لي اوبشنز، بطلع لي مين اليوزر اللي عامل ايش، عامل انيشاليزيشن لهاي البروسيس. لو تلاحظوا اول بروسيس حكينا عنها عملها انيشاليزيشن مش الانيت، شو قلت لكم البروسيس اي دي تبعها واحد، هاي اول بروسيس موجوده عندي. اوكي، فالبي اس شو بيطبع لك، بيطبع لك اوبشنز اليوزر، البروسيس اي دي، قديش ماخذه من السي بي يو، قديش الرام الميموري عفوا، قديش الفيرتشوال ميموري، قديش الفيزيكال ميموري، الستاتس تبعات البروسيس، متى عملها رننج، التايم اللي ماخذيته، قديش صار لها شغاله، والكوماندز. هل في اوبشنز غير هاي؟ في اوبشنز غير هاي، بس راح نتطرق لهم لبعدين. مهندس كأنها تشبه التاسك مانجر بالويندوز. Exactly 100% تشبه التاسك مانجر اللي جوا الويندوز اوبريتنج سيستم. طيب هسا اذا بدي انا في عندي كمان ثاني صراحة اللي هو اسمه ايش التوب. اذا بروح بفتح التوب، تمام، التوب شو بيسوي لك؟ بيعمل لك ديسبلاي لللينكس بروسيس اللي شغاله، كل البروسيسز شغاله، بيعمل لك ايش رننج لها. طيب خليني انا ايش اجي اعمل، اعمل توب. شايفين الشاشه اللي قدامكم فيها تقريبا كل البروسيس اللي شغالين ونفس الستاتس اللي قبل شوي. طيب انا واحد منكم يقول لي طب انا بالويندوز بقدر ارتبهم حسب الميموري، بقدر ارتبهم حسب السايز هون، كيف ممكن؟ طيب اول شيء اذا بتحط حرف الاتش بيطلع لك هيلب عن الانتر اكتيف كوماند اللي بتقدر تنفذهم والتوب شغالة قدامك. ففرضا الحرف اللي هو الكيو بيقدر يعمل لك كويت من وين؟ من التوب او ديسبلاي مانجر اللي شغال قدامك، واضح؟ الحرف كي، اذا بتعطي الحرف كي شو اللي بيصير عندي؟ اللي بيصير عندي بنعمل كل لبعض البروسيس. اوكي، اذا بتحط حرف زي الام بيرتب لك اياهم حسب ايش، حسب خلينا نحكي كل واحد منهم قديش ماخذ ريسورسز من الميموري. اوكي، طب نرجع لهون، انا بدي اياهم حسب قديش ماخذين من الميموري. اذا بحط ام كابيتال، لاحظوا مين اكثر ابلكيشن ماخذ من الميموري؟ دكتور مش مبين البروسيسز. هسه بينت تيرمينال، مش مبين قدامكم؟ لا لا كان طالع، بس كانت طالعه صفحه البروسيس بتاخذ من الميموري. مين هي الميموري؟ الزوم بالضبط بالضبط جواد، كلامك 100%. طيب اذا بدي اشوف مين اكثر شيء باخذ سي بي يو، بحط حرف البي، بحط بي كابيتال، لاحظ مين طلع لي اكثر واحده كمان؟ برضو الزوم. طيب ثاني اكثر واحده مين؟ الاكس اورج، الفايرفوكس. فايرفوكس لا الفايرفوكس، انا فكرت من السي بي يو. الفايرفوكس اكثر واحدة ماخذة، واضح؟ طيب هسا انت مرات بتقدر تتفذ اوبريشن زي ايش، بدك تطلع مثلا من الشاشة اللي قدامك تحط حرف الكيو، لاحظوا تحت هون طلعت انا من التوب، طلعت ولا ما طلعت؟ طلعت. طيب برجع اشغلها مرة ثانية، لاحظوا هون شو بدي اساوي. مرات ممكن بدي اجي لهون، بدي خليني احكي، بدي اوقف البروسيس. اذا جينا على الفايرفوكس هون بدنا ايش؟ بدنا نعمل له اكزيت. كيف ممكن نعمل له؟ بنروح نحط حرف الكي اللي هو الكل. هلا هو بيكون له ديفولت فاليو معينه ممكن يعملها بروسيس كل، لكن احنا بدنا الفايرفوكس. الفايرفوكس قديش البروسيس اي دي تبعه؟ واحد سبعة واحد سبعة خمسة 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 ثلاث. إذا بتعطيها انتر لاحظوا شو اللي صار عندي، راح عندي الفايرفوكس ولا ما راح؟ طار. ليش؟ لأني عملت كل البروسيس هاي، واضح؟ طب مهندس لاحظ، إذا بترجع بتحط حرف الاتش
تفضل. لو على البي سي البي اس اي يو اكس عمل بحكي، لو على مش التوب كوماند البي اس اي يو اكس بس احدد اعمل جريب بقدر اعمل كل. هون قصدك هاي بدك تعملها كل؟ اه على الاي دي تاعها اعمل كل. اجواد معك الكل. شوف طيب اذا بتروح تمام اوكي. هلا اذا في عندنا كوماند اسمه ايش؟ كل. الكوماند ابو الكل هذا بيقدر يبعث سيجنال للبروسيس. السيجنال طبعا الكوماند كيف بنعمله رننج؟ بدك تحط كل بعدين اوبشن بعدين البروسيس اي دي. طيب شو في عندك مثلا اوبشنز؟ في عندك مثلا الماينس 9. الماينس 9 شو بيساوي لك؟ بيعمل لك كل لكل البروسيس. اذا بتحط ماينس 9 ماينس 1 بيعمل لك كل لكل البروسيس اللي قدامك. واضح؟ واضح. فانت فعليا عشان تعمل كل يا بتحط يا بتحط كل البروسيس اي دي او للجوب اي دي. طب خلينا نرجع كمان شوي. طب في واحد منكم يقول لي طيب هي يعني هي القصه هاي بدي انا دائما اروح اطلع شو البروسيس وابصر ايش وكذا. طيب هسه خلينا نجرب نعمل رن للفايرفوكس ونحطه في الباك جراوند وبنيجي نعمل نعرض البروسيس اللي قدامنا بي اس اي اكس تمام. بنقول له اعمل لي جريب لمين؟ الفايرفوكس. لاحظ هون بيطلع لي كل البروسيس اللي الفايرفوكس شغال عليهم. في عندي اكثر من بروسيس اوكي. طيب هسه واحد منكم طب اذا بتتفرجوا البروسيس اي دي نفس البروسيس اي دي هون. فانت اذا بدك تعملها كل بدك تحط كل ماينس ايش البروسيس اي دي. البروسيس اي دي قديش هون؟ تحط مثلا ماينس البروسيس اي دي كم هون؟ 1 7 9 5 7. بتعطيها انتر شو اللي راح يصير عندك؟ راح يعمل لك كل البروسيس بس راح يظل يطلع لك ايش؟ ايرور هون اوكي. اذا بتعطي انتر بيعمل تيرمينيشن للبروسيس. لاحظوا هون طفى عندي الفايرفوكس. طيب هسه في عندك طريقتين عشان تعمل كل البروسيس. اول واحده اما تروح على التوب وتحط تضغط على حرف الكي وتحط الاي دي تبع البروسيس او بتروح على الاوبشن اللي اسمه ايش؟ كل. طيب في واحد منكم ممكن يقول لي طيب هاي السلافه متعبه، انا كل مره بدي اروح ادور على الاي دي. طب انا بلكي حافظ النيم تبع البروسيس، هل ممكن اطفيها؟ نقول له ممكن تطفيها. ليش مش ممكن؟ خلينا نعمل طيب خلينا نعمل انيشاليزيشن للايش؟ للفايرفوكس. بعدين نرجع بنعمل كل لمين؟ للفايرفوكس. بنعطيه الاوبشن ماينس 9. جرب نعطيه انتر شو بيحكي لي؟ بحكي لي انه انت الارجمنت تبعتك مش مزبوطه. الارجمنت بالكل لازم تكون ايش؟ اما البروسيس اي دي او الجوب اي دي. واضح ولا مش واضح؟ طب انا مش حافظ البروسيس اي دي، بدي اعمل كل بالنيم. اقول لك في كوماند ثاني اسمه كل اول. اذا بتروح جواته شو بحكي لك؟ بحكي لك انه بتقدر تعمل كل بس باستخدام البروسيس نيم. واضح؟ طبعا في عندك اوبشنز كثيره صراحه. طيب خلينا نعمل كل للفايرفوكس. بنعطيه كل اول لمين؟ للفايرفوكس. لاحظوا هون شغال قدامي. شغال ولا مش شغال؟ شغال. طيب نجرب نعطيه انتر، طار ولا ما طار؟ طار فعليا. طيب في حدا ممكن يقول لي طيب هل الكوماند هذا بطلع بس لانه من التيرمينال؟ طب خلينا نجرب. الفايرفوكس شغال، بدي اشوف شو الاي دي تبع الفايرفوكس. اوكي شو بنحكي؟ بدنا نعمل اذا استخدمنا المان للبروسيس شو بحكي لي؟ بحكي لي بقدر بطلع لك البروسيس اللي معمولهم ايش؟ رننج البي اس لحالها.
طب اذا اعطيت اوبشن زي الاي اكس شو بيساوي لي؟ الاي تعمل سيلكت للبروسيس باستثناء السيشن ليدرز او البروسيس اللي بتكون ايش البريفليج تبعها عالي او ما بتكون اسوشيتد مع التيرمينال. لاحظوا الفايرفوكس هناك ما كان اسوشيتد مع التيرمينال. اوكي طيب هسه في عندك اوبشن مثلا اللي هي الماينس يو. الماينس يو عباره عن ايش؟ انه اعمل سيلكت للافكتيف يوزر اي دي او النيم. طيب اذا عملنا احنا ايش بي اس اي اكس وعملنا جريب لمين الفايرفوكس ايوه هذا وديت الكوماند الجريب. شوفوا الجريب الجريب شوفوا الجريب زيه زي ايش الجريب بيعمل ماتشنج انه هل الكوماند هذا انه بس اطبع لي الشغلات اللي فيها فايرفوكس. لو تلاحظوا هون طبع لي بس لاحظ مرات بيكون عندك بروسيس وصب بروسيس. لاحظوا هون عملنا كوبي خلينا نعمل ايش كوبي لمين للاي دي تبع البروسيس. وين الكوماند تبعك يا جواد؟ اه صحيح بس الجريب ولا جريب ثاني هاي تحكي عنها انت كيف ايش مهندس الجريب بالبي اللي انت بتحكي عنها بالبي ولا بالبي؟ لا بالبي مش لفوق. اه زي اللي تحت قصدك ولا ولا زي اللي فوق؟ هسه شوف زي اللي فوق تمام زي الكاتبه زي الكاتب انت زي الكاتب انت بي مش بي. اه الكوماند هذا مش صحيح. اه زي اه بالضبط ممتاز خلاص تمام. اه خلاص تمام معناته ففعليا انت بدك ايش هاي. لاحظ هون البروسيس اي دي قديش تبعها هذا البروسيس اي دي. خلونا نعملها مثلا كل اول والاسم تبعها فاير فوكس. لاحظوا هون اعطاني ايرور ما اعطاني ايرور لانه البروسيس اصلا مش عاملها رانينج في الباك جراوند. واضحه؟ طيب اتمنى انها تكون واضحه. طيب في عندنا اوبشنز مرات في عندنا مثلا اوبشن زي ايش مرات انا بقدر اطبع البروسيس على ايش على شكل تري. لاحظوا هون اذا بحط بي اس 3 شو بيساوي لك؟ بيطبع لك كل البروسيس اللي معمولها رانينج جوا الاوبريتنج سيستم على شكل ايش على شكل تري. هلا واحد ممكن يقول لي طب انا شو ممكن استفيد من هاي الحركه؟ بقول لك مرات لما تشتغل في السيستم انتجريشن او تعمل انتجريشن بين الداتابيز والويب ابلكيشن فانت مرات ممكن تكون ديف اوبس. هلا انت مرات بيكون عندك مرات يوزرز بيشبكوا على الداتابيز والسيشن بيعلق. فانت لما تعمل ترابل شوتينج بدك تعمل ايش؟ بدك تشوف هل في عندك يوزر عامل سب بروسيسز مخرب الدنيا كلها فبدك تنتبه على هاي الاشي. او مرات شو بتقدر تساوي؟ بتقدر نفس الكوماند تعطيه ماينس بي عشان يطبع لك البروسيس اي دي كمان. واضح؟ طيب واضح. اذا اغلب الكوماندز اللي اخذناها البي اس اللي هو بيعمل لك ريبورت او سناب شوت من الكرنت بروسيسز اللي غالبا بيكون معمولها رانينج من جوه التيرمينال باي ديفولت. هذا الديفولت بيهيفير تبعه. اوكي انت بتقدر تعطيه اوبشن صراحه بالهبل. اذا بتعطيه مثلا ماينس اي بيعمل لك سيلكت لكل البروسيسز اللي معمولها رانينج. اذا بتعطيه مثلا الار بيعمل ريستريكشن للاونلي رانينج بروسيسز. شو في كمان عندك اوبشن الدي بيعمل لك سيلكشن لكل بروسيس باستثناء ايش الليدر ايش بروسيسز. خلينا نشوف ايش الليدر زي ايش. اذا بعمل اوكي اذا بعمل بي اس لحالها بيطبع لي ايش اللي معمولهم رانينج من وين من التيرمينال. خلينا نشوف في ليدر منهم هون. لا ما في منهم ليدر واحد الليدر. طيب خلينا نشوف الواحد. طب الواحد مش يفترض يكون ليدر؟ ها شباب الواحد لحالها مش يفترض تكون ليدر؟
اكيد دكتور. الواحد لحاله مش يفترض يكون اكيد ليدر، لانه ايش؟ لانها انت انت بروسيس. هلا انت مرات لازم تعطيها اذا بتفتح المان. طبعا لقدام راح نعرف شو فايده الانت. الانت طبعا بتغيرك من مود لمود. شايف مثلا اذا بحط انت 5 او 6 بيحولني من الجرافيكال يوزر انترفيس لوين؟ للكوماند لاين. وبالتالي انا اذا كتبت هسه شو اللي راح يصير؟ راح يصير ان السيشن معكم راح يفصل، لانه راح تعمل كل للزوم بروسيس وللديسبلاي مانجر بروسيس. كل هاي الاشياء راح نعملها كل. واضح؟ طيب لو تلاحظوا الكوماند هذا، شايفين الكوماند اللي قدامكم؟ هذا الكوماند انه يبلش بواحد وينتهي بواحد. فالاس بتكون يبلش وعلامة الاستفهام بنتهي. خلينا نشوف مثلا اذا في بروسيس عادية هون. نشوف ان يجيبنا اياها ولا يبلش بأربعة ثلاثة ثمانية ثمانية ثانية ما جاب لي اياها. لها سنتاكس معين، هاي بناخذها في الريجكس. طب دكتور مثلا فتحت انا مثلا برنامج بتطلب مني اخذ بنهاية يعني لما عمله كل انه بده مني انه يعمل سيف للإشي يعني للإشي اللي كنت اشتغل فيه، يعني للشغل اللي كنت اشتغل فيه، هل انه بعمل له كل مباشرة خلص بروح كل الشغل يعني بدون ما يعمل سيف؟ حسب خلينا نحكي حسب البروسيس. هلا في بروسيس بنعملها حسب السيجنال اللي انت بتعطيها للبروسيس. هلا في سيجنال اللي بسموها الفورس. لو تلاحظ مرات انت لما تكون شغال في الويندوز وبدك تعمل شت داون، بتكون في برامج فاتحها بتحكي لك بدك هل انت متاكد انه بدك تطفي الجهاز او تعمل ريستارت، لانه اذا عملت ريستارت راح تفقد كل الاشياء هاي. فهذا الاوبشن بيطلع لك اياه، بس مرات اذا بتحط له فورس بالكوماند لاين ما بيطلع لك الاوبشن هاي، بيعملهم كلهم. ايوه وصلت دكتور. يعني واضح. يعني خلص كل مباشره، يعني اذا يعني الكوماند كوماند يعني الكل مباشره خلص. طيب خلينا شايف الليبر اوفيس هاي. اها خلينا اشوف اكتب لك شيء جواتها على الله اني اعرف ايش البروسيس اي دي تبعها هسه من طلع. طيب بي اس يو اكس اوكي جريب شو اسمها هي الليبر اوفيس. ما طلع لي اياها من هون. والله خليني اجرب اعملها هون. هي هيك مزبوطة. مزبوطة بس ما جابها ليش؟ أو ما عمل رننج لهاي. هي هيك مكتوبة. لا دكتور حط الاي قبل الار اللي بعد الار. وين هون؟ طيب خليني اكتبها مرة ثانية. اوكي تمام خلاص ممتاز لقيناها. خلينا نجربها هون. ممتاز، هي جاب لي ايش؟ جاب لي الاي دي تبعها. فاذا بروح انا بعمل كل ماينس 9 وبعطيه الاي دي تبعها، بس يفترض انه يعملها كل ولا ما يفترض؟ صحيح يفترض انه يعملها كل. لا فعليا بس معناته مش هاي، في اكثر من بروسيس. خليني اشوف البروسيس هاي. عملها الثانيه. لاحظ ايش انه اعطيناه الاوبشن اللي هو ايش ماينس 9 وخلص فورس كل. خلينا نجرب نعمل رانينج مره ثانيه. لاحظ شو بحكي لك؟ بحكي لك انه ايش في قبل انت كاتب شيء ومش مسيبه. خلينا نتاكد انه هو ولا مش هو.
خلينا نشوف وطلعوا ما عملوا ريكفري معناته ايش؟ ما عملوا ما عملوش ريكفري كل مباشره خلاص نوك فينيش كل مباشره. انا هو بالوضع الطبيعي لما تعمل من الجرافيكال يوزر انترفيس بالغالب ترى بيسيف، انا بتذكر دائما انه بيسيف معي ما فيها مشاكل. واضح لهون كيف ممكن تعمل كل للبروسيس. هسه جرب اعمل ورانينج مثلا مره ثانيه. تمام، قلنا بامكانك تحط الكل اول بدون 9. ايش هو بدون ماينس 9؟ بدك من دون ماينس 9 يا جواد؟ طيب خلينا نشوف شو شو اليوزر اي دي تبعها. اليوزر اي دي هذا اليوزر اي دي. تمام، بنروح نعملها كل، بس بدك تعطيها، خلينا نشوف شو الديفولت تبعها. تعطيها كل هي يطير لك اياها، بس احنا اصلا اوريدي مش كاتبين على الملف. خلينا نكتب على الملف. اه صح ما كتبناه. اوكي ديسكورد ديسكورد. خلينا نعمل انيشاليزيشن للملف مره ثانيه. نعمل له ايش؟ نشوف شو البروسيس اي دي. هاي البروسيس اي دي تبعتهم، وبنعمل كل، نرجع نفتحه مره ثانيه. المفروض يكون نقول له عملنا ريكفري. هاي دكتور هاي بقول لك نوت ريكفري، هاي بقول لك سكسسفول ريكفري. لا اوكي، بس هو مرات حتى لو لا لا في شغله دكتور انتبهوا، حتى لو اعطاك سكسسفولي بس نوت مين انه راح يجيب شيء. ترى وبيحاول بيحاول طبعا. هاي الشغلات والتكنيكس هاي في ماده الديجيتال فورنزك راح اغطي لكم اياها بالتفصيل، لانه هو بيروح يدور، لانه بيروح يدور على اماكن معينه جوا الاوبريتنج سيستم، بيدور على الهيدر والفوتر لاشياء معينه. واضح؟ اها وصلت دكتور.